قبل ما نروح ونستعرض النادي الاهلي وبطولاته السابقه في دوري ابطال افريقيا، والنادي الاهلي بيدور على البطوله ال 12، معانا مفاجاه حلوه على الهوا، واحد من الفنانين الكبار اللي دايما بيستمتع بيهم المصريين والتونسيين وكل الوطن العربي بفنه الجميل. تألق في مصر، هو تونسي وتألق في مصر وبحبه المصريين والتونسيين. معانا على التليفون الأستاذ والفنان الجميل والفنان الكبير الأستاذ صابر الرباعي. تحياتي ليك يا أستاذ صابر ومنور قناة النادي الأهلي. أهلا، مساء الخير. مساء الخير عليك وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي. أهلا وسهلا بيك وشكرا على المقدمة الجميلة. الأول بنبارك لك على الأغنية الجديدة، أغنية الباشا، ما شاء الله مكسرة الدنيا. يا الحمد لله، ربنا يخليك، وهذا شرف ليا، وتحية للصناع الأغنية كذلك كلهم، يعني من الملحن والشاعر والموزع وكل إدارة الإنتاج، كلهم اشتغلنا يعني على الأغنية، وإن شاء الله وصلت للناس، وإن شاء الله هتوصل أكثر أكثر إن شاء الله. عارضين لحضرتك صورة دلوقتي على الهواء معانا على شاشة قناة النادي الأهلي، وفي ظهرك نهر النيل. الله الله، طبعا يعني علاقتي بالنيل وعلاقتي بمصر مش وليدة اللحظة، يعني لا، أنا سنين أنا متواجد بمصر وسنين يعني أتوافد على مصر بحكم شغلي وبحكم عشقي كذلك لترابها وعشقي لأهلها وأصدقائي اللي فيها، طبعا هم كثر، فدائما يعني اتوخ الى زياره مصر.